يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس بارد في الليل على أغلب الأنحاء. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تكون رعدية على فترات متقطعة. أرجعت الأرصاد التقلبات الجوية الحادة والسريعة بسبب تأثر البلاد برياح شمالية شرقية رطبة يصاحبها منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد. تفاصيل أكثر إذا تنضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار، بعد التحية، هذه هي التوقعات المبدئية بالنسبة لأرصاد اليوم، لكن دعينا نتحدث بشكل من التفصيل أكثر عن حالة الأرصاد اليوم وفي الغد ويوم الجمعة أيضا. أهلا بك يا أستاذة دعاء، وأهلا بكل أستاذة المشاهدين. بالفعل اليوم متوقعين أن يكون في أمطار متفاوتة الشدة، ممكن تكون رعدية أحيانا في بعض المناطق من محافظات شمال البلاد، يمكن بدأت خلال الساعات الماضية على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية زي محافظة مطروح ومحافظة الأسكندرية، مناطق من البحيرة وكفر الشيخ. وده متوقع اليوم، أن الأمطار اليوم نتيجة المنخفض الجوي المتعمق للتدفقات الجو العليا والكتل الهوائية الشمالية الرطبة، وجود السحب المنخفضة والمتوسطة واللي ممكن تكون رعدية أحيانا، هتؤدي لأمطار متوسطة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط زي محافظة الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد. مع تقدم ساعات النهار ودخولنا في ساعات المساء بشكل كبير، المنخفض الجوي هيبقى موجود عندنا بصورة أكبر، فكميات الأمطار هتزيد وتصبح الأمطار مع فترة المساء غزيرة أو متوسطة إلى غزيرة على المحافظات اللي احنا ذكرناها. كمان الأمطار هتمتد للمناطق الداخلية، تشمل مناطق من جنوب الوجه البحري أمطار خفيفة متوسطة، وأيضا مع فترة المساء وساعات الليل الأمطار هتكون على القاهرة الكبرى أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وتمتد خفيفة المناطق من شمال الصعيد ومدن القناة. مع تقدم ساعات الليل وصلنا في صباح يوم الخميس، كميات الأمطار هتزيد أكتر، لأن المنخفض الجوي هيأثر علينا بشكل كبير وخاصة في المنطقة الشرقية. فالخميس متوقع أمطار تكون أمطار متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، مدن القناة، بعض المناطق من سيناء ومحافظات شمال الوجه البحري. القاهرة كميات الأمطار فيها هتزيد غدا الخميس إن شاء الله، وتصبح أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، محافظات جنوب الوجه البحري، بعض الأماكن من خليج السويس، تمتد خفيفة المناطق من محافظات شمال الصعيد. كميات الأمطار المتوسطة بالنسبة للقاهرة الكبرى هي مش قليلة تماما، وكميات الأمطار بالنسبة للمناطق الساحلية طبعا أمطار قوية بالنسبة للمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. مع يوم الجمعة إن شاء الله يبدأ يغادر المنخفض الجوي الأراضي المصرية تماما ويأثر على بلاد الشام، فكميات الأمطار هتبدأ تقل في يوم الجمعة إن شاء الله، تبدأ تتلاشى من على المناطق الداخلية، وتكون موجودة أمطار خفيفة على بعض الأماكن الساحلية، مش هتأثر على أي أعمال أنشطة يومية. ذروة التقلبات الجوية من مساء النهاردة، يعني مساء الأربع حتى مساء الخميس إن شاء الله، هي اللي بيكون فيها كميات الأمطار بصورة كبيرة. يمكن الأمطار هي أهم عنصر في الحالة الجوية اليوم وغدا إن شاء الله، يليها طبعا وجود نشاط ميزي للرياح هيبقى واضح بشكل كبير مع فترة المساء وغدا الخميس إن شاء الله في معظم محافظات الجمهورية، يحسسنا ان في انخفاض في قيم درجات الحراره على مدار اليوم كله، ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه غدا الخميس في محافظات الصعيد شمال وجنوب الصعيد، يعني المناطق الشماليه مش هيكون عليها اتربه ورمال مثاره. بالنسبه لدرجات الحراره يمكن يكون فيها انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره، لكن مش انخفاضات ملحوظه. يعني اصحاب امراض الحساسيه في بعض المناطق يستحسن التواجد في اماكن مغلقه أو نرتدي الكمامات، يعني في المناطق الموجودة في الصعيد شمال وجنوب الصعيد من أول الفيوم وبني سويف والمنيا المناطق لحد الجنوب لازم نرتدي الكمامات وإحنا خارجين. كمان لو هننصح المناطق الساحلية بشكل كبير، مهم جدا ناخد بالنا من كميات الأمطار وسقوط الأمطار. فمع سقوط الأمطار لازم نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة،
لازم كمان تكون القيادة بهدوء تام، لأن الأمطار ممكن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية نتيجة كميات الأمطار يعني فوق المتوسطة في الأماكن الساحلية. نعم، طب سؤال سريع، فكرة الأمطار الرعدية، هل توجد بعض التعليمات التي لابد من اتباعها وقت ما تكون هناك أمطار رعدية؟ هو الامطار الرعديه تحديدا لازم نبتعد عن اي اجسام معدنيه، يعني احنا بنتكلم في الامطار الرعديه لازم نبتعد عن اعمده الاناره بشكل كبير، ارواح الاعمدات المعدنيه، بلاش كمان نطلع البلكونات ونصور ظواهر البرق والرعد اللي بتبقى موجوده في الموبايلات، لكن دي اهم حاجه ممكن ناخد بالنا منها اثناء الامطار الرعديه. وعامه الامطار يعني في مجملها كلها لازم نخلي بالنا منها، يعني ان كان القياده على الطريق او ان احنا بقدر الامكان نبقى يعني ما نتعرضش للامطار بشكل كبير لو احنا في الشارع، نخلي بالنا من كميات الامطار العاليه. نعم، دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه، جزيل الشكر لحضرتك.